المزارع باع 30 صندوقاً من الطماطم في اليوم الواحد، كم صندوقاً يبيع خلال 15 يوماً؟ العملية هي عملية ضرب. ها؟ لا. بطاطا. ضرب. 45. كيف؟ 30. 450. هيا الطلب الأخضر. الطلب. وأنا سوف أسأل سؤال. ركزوا أكثر. ساعدوا. ماذا تنظر؟ اسأل. بحيرة فيها 150 بقرة. تم اصطياد 56 بطة منها. فكم بطة بقيت في البحيرة؟ أحسن. إجابة صحيحة. وأول قطعة للفريق. هيا بسرعة. أيضا السؤال التالي عندي. سعيد. ركزوا. هكذا لو سمحتم. للاستمتاع بالمزيد من برامج تلفزيون جيم الشيقة، اشتركوا الآن.